مني شوي. ها ايوه هلا فهمت، يعني انت خايف على مصلحه اختك وبناتها. المفروض انه مصلحتهم هي مصلحتك. طيب شو عم تحكي انت؟ ها ان شاء الله فكرني مزروع. فتح عينك يا لطفي، انا عقلي اكبر من هيك بكثير، ومو عقلي بس، قلبي كمان. لك انا احرم بناتي وامهم من حقهم، لا اللي بدي اتجوز. تعرف انه ضفر شريهان يلي عمرها كام يوم بيسوى عندي كل نسوان الدنيا؟ بس انت ما بتعرف المرأة اللي حتتجوزها كيف بتفكر. لك اخي كل ام من حقها تدور على مستقبلها ومستقبل اولادها. بس مو على حساب مستقبل لطفية وبناتها. اخي بالمختصر المفيد، انا حاتجوز خلال شهر، يا بتقلي مبروك يا بتطوي هالموضوع. لطفي انا صار في راسي وسواس اسمه الولد، وما رح احل عنه حتى يجي. حبكم تفهموا هالحقيقة كان بها، ما حبكم تصرفوا اللي بتريدوه، وانا براسي بخدمكم. إذا مصر لهالدرجة أختي ما حتقعد لك بالبيت. شو يعني؟ يعني طلقها. لا 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 يا أبو هادي لا، هي الكلمة مو من حقك. لك شو عم تحكي أنت التانية؟ شو عم تخرفي؟ أنا طلقك؟ لك أنا بموت ألف موتة وبخليك تعتبي برات البيت. لطفية يا أستاذ، إذا ما بتعرف لهلا، هي المي والهوى بالنسبة لي، هي روحي. لك أنت تقلي طلقها؟ انسى يا أبو قاسم، انسى. من فضلكم ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي، أنا وياه متفاهمين على هالشي ومتفقين. لك على شو؟ على أنه يتجوز عليكي؟ على أنه يجيب لك ضرة ويقهرك أنت وبناتك؟ أنا ما حدا بيقهرني إلا اللي خلقني. بعدين هذا الموضوع بخصني إلي لوحدي، ما حدا غيري، وإذا بدكم الحق بخص جوزي وبس. لك أنت طلعتي بوجوه بناتك. لك حاجتك بقى لطفي؟ لا، يعني حتكون حريص على بناتنا أكثر منا؟ الموضوع منتهي أخي لو سمحت. إذا هيك أنا آسف سهري. آسف على كل كلمة قلتها. لطفية هي صاحبة الشأن وإن شاء الله ألف مبروك. إيه هلأ أهلا وسهلا فيه.